السلام عليكم ورحمة الله. اگلا پارٹ سورة کا انشاءاللہ تعالی ہم حفظ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, پہلے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور یہ سننا ہے, صرف لسننگ کرنی ہے, ٹھیک. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, میرے ساتھ پڑھیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, بغیر دیکھے پڑھیے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ 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 بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. صرف آپ نے ابھی سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ آیت کس طریقے سے شیپ ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میرے ساتھ پڑھیے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جی بغیر دیکھے پڑھیے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ 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 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, جی غور سے دیکھیے کہ کیسے پڑھا جا رہا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, میرے ساتھ پڑھیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, بغیر دیکھیے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ 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 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, میرے ساتھ پڑھیے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, بغیر دیکھے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ
كشطت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت بل كشروع سبرتين وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت جی دیکھیں کیسے پڑھا جا رہا ہے صرف لسننگ کرنی ہے آپ نے اور اس آیت کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ 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 میرے ساتھ پڑھیے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ 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 بغیر دیکھے پڑھیے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ 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 جی شروع سے پڑھتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 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 میرے ساتھ پڑھیے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 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 بغیر دیکھے پڑھیے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ 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 بغیر دیکھے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت جی صرف سنیے پہلے علمت نفس ما احضرت غور سے اس کو آیت کو دیکھتے ہوئے علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت جی اب میرے ساتھ پڑھیے علمت نفس ما احضرت 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 بغیر دیکھیں علمت نفس ما احضرت
علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت جي وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت पीछे चला गया लेट्स सी चलिए यहां से देखते हैं फला उक्सिमु बिल खुन्नस फला उक्सिमु बिल खुन्नस फला उक्सिमु बिल खुन्नस فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس اب میرے ساتھ پڑھیے فلا أقسم بالخنس 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 بغير ديكي فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس میرے ساتھ پڑھیے الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس بغیر دیکھے پڑھیے الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس جی پہلے دیکھیے کیسے کی ادا ہو رہی ہے لسننگ کرنی ہے والليل اذا عسعس والليل اذا عسعس والليل اذا عسعس والليل اذا عسعس اب میرے ساتھ پڑھیے والليل اذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بغير ديكي پڑھنا ہے والليل إذا عسعس 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 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس دیکھیں یہ کیسے لکھی ہوئی آیت ہے اور اس کو لسننگ کیسے کرنی ہے آپ نے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے فوکس کرنا ہے اس کے اوپر والصبح إذا تنفس 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 والصبح إذا تنفس
जी अब मेरे साथ पढ़िए, والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس. جي اب آپ نے بغیر دیکھے پڑھنا ہے. والصبح إذا تنفس 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 فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ایک دفعہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. لستن كريم بلي. إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم. میرے ساتھ پڑھیے. إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم. غير دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے. إنه لقول رسول كريم 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 ذي قوة عند ذي العرش مكين 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 ذي قوة عند ذي العرش مكين. میرے ساتھ پڑھیے. ذي قوة عند ذي العرش مكين 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 ذي قوة عند ذي العرش مكين. جی اب آپ نے بغیر دیکھے پڑھنا ہے. ذي قوة عند ذي العرش مكين 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 ذي قوة عند ذي العرش مكين
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين 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 ميري سات بريه مطاع ثم أمين 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 بغير ديكي بريه مطاع ثم أمين 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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين جي شروع سے دیکھتے ہیں وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين